زين هو كلش قد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تهنئة خاصة للمرأة العراقية ويا رب كل عام وانتي بألف خير. هو اكو اقوى من المرأة العراقية، المرأة العراقية اخت رجال رغم كل التحديات اللي مرت بيها بقت قوية وشامخة ومحافظة على اصالتها. افضل شيء كوني امرأة عراقية انه تعلمت كل شيء من اللي حوالي، المجتمع او اهلي علموني هواي شغلات، علموني اكون واواجه كل شيء كاني امراه عراقيه بس بنفس الوقت مثل ما يسموها اخت رجال. احنا المجتمع العراقي الحلو بيه انه يتقبل البنيه تكون وياه ويعلمها، يعني ما يخلي لها حدود. سواء اخوك او ابوك او زوجك او حتى الاشخاص اللي وياك بالعمل يكونون عنصر ذكوري دائما يكونون وياك ومساعديك وبجانبك، سواء اذا احتاجيتي شيء، اذا احتاجيتي فزعه، اذا احتاجيتي يعني نوبات تكونين كلش مو بالمود بس هم يساعدوك. التحدي الأكبر ربما يكون المرأة العراقية هي العمل لساعات طويلة وأيضا لساعات متأخرة. إحنا نشوف هواي النساء عندهم مشاريع خاصة بهم، بالتالي هذا المشروع يطلب وجودها، يطلب إشرافها حتى لو كان لساعات متأخرة من الليل. هذا الشيء يعتبر تحدي كبير إلها ويعتبر أيضا نقطة قوة مو نقطة ضعف أبدا. الشيء اللي يميز المرأة العراقية انه هي تصر على هذا النجاح وتصر على هذا الطموح، لانه هي بالنهاية تريد تنقذ الصورة الجيدة للمرأة العراقية بامكانياتها وبكل شيء تملكه انه هي تكون رقم واحد. بلشت افتتح سلسلة تراكات مارية فود، ان شاء الله يا ربي بكل محافظات العراق راح تكون. اها، ودا احاول انه اساعد بنات بلدي واقويهن مثلي يسترزقون رزق حلال. طبعا انا حاليا صار كادر مارية فود، كل من بنات بلدي اساعدهم يسترزقون رزق حلال. تحيه لكل امهاتنا وكل بنات بلدي، اقول لهم كل عام وانتم بالف خير، كل عام وانتي رمز العطاء بكل شيء تقدميه. تحيه للطباخه، تحيه للدكتوره، تحيه للام، تحيه للاستاذه مربيه اجيال. اقول لهم انه انا كلش احبكم واتمنى لكم يا رب كل السعاده بكل عام وكل نجاح انتم تبدعون لي. باي باي. احنا نحكي.